الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها، الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. عمري ما في يوم هنسى أبدا حضنها، وما كانت في الفجر تصحى دايما تدعي ربها. كان أجمل صباح الخير بسمعها من بقها، كان حنان الدنيا كله في قلبها. كنت برتاح من همومي بس برقوة كفها. عمري في يوم أبدا ما هنسى صوتها وهي بتدعي ليا، ولا نور ضحكة عيونها لما كانت بتبص ليا، ولا خوفها وانشغالها وقلقها دايما عليا. طلعني فاصل. كلام من القلب، كلام ما شبهك. يمكن بنقعد نقول ان الموت هي الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا، والموت راحة للمتوفي، لكن متعب ومؤلم قوي للناس اللي لسه عايشين في الدنيا، خاصة لما تبقى مرتبط بحد قوي وعشت معاه عمرك كله، وفي لحظة تلاقيه مش موجود في الدنيا. تحاول تكلمه ما تسمعش صوته بيرد عليك، تحاول انك تشوفه ما تشوفش غير صورة بس ليه. يمكن بنقول الفراق صعب والموت صعب، بس من الوقت للتاني لازم نفتكر ونعرف انها الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا. والحزن ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا بنحاول وبنجتهد اننا ما نبكيش واننا ما نتأزمش وما نأزمش نفسنا قوي بفراق ناس قريبين قوي مننا، لكن هي دي سنة الحياة، واحنا في الاول وفي الاخر بشر. خلينا نتكلم اكتر النهاردة عن الموت وحكمة ربنا سبحانه وتعالى منه مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. شيخ سالم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكرر لك عزائي وللأسر الكريمة، وربنا يجعل آخر الأحزان. أمين. بقول لك دعائنا وسلم في هذا الموطن: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء له بقدر، فلنصبر ولنحتسب. وبقول لكل إنسان أصابته مصيبة الموت، القرآن سماها مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، إلى آخر في سورة المائدة، بأنه دايما يفتكر قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. نقص الأنفس هو الموت، سواء بقى موت عزيز، موت صديق، موت قريب، إلى آخره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. الحزن ده أمر فطري، القرآن نهى عن الحزن، نهى عن الحزن الذي يصل بالإنسان إلى اليأس والإحباط ويقعد به عن الأمور العظيمة. فقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. نخلق المصيبة أم نخلق الأرض أم نخلق النفس؟ الأمور هذه مقدرة في علم الله قبل أن نخلق الكون. صحيح. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. طب هل معنى ذلك القرآن بيقول لي ما تحزنش وما تفرحش بالخير لما يجيلك؟ إحنا أمر فطري، من الفطرة أن نحزن لما يروح مننا شيء، لما نفقد عزيز، لما نفقد شيء نحبه أيا كان هو إيه. من الفطرة أيضا أن احنا بنفرح لما بيجي لنا خير. طبعا. بس الإنسان في حزنه منضبط، في فرحه منضبط. لا هو في حزنه بيصل اليأس والإحباط والقنوط، وبيوصل لدرجة المرض، ويوصل حالة المرض وحالة الكفر أحيانا والعياذ بالله. لما نسألك ليه يا رب، أو نصل لحالة الفخار بالنفس والاعتزاز بالنفس، لدرجة ان لما احصل على شهادة ده انا، احصل على وظيفة ده انا، اجي لي فلوس ده انا وانا وانا. زي قارون قال: انما اوتيت العلم من عندي. فالحزن الذي يصل بالانسان اليأس والاحباط ده مرفوض. الفرح اللي يصل بالانسان الاغترار والفخار على الناس والافتخار على الناس بما حقك له من انجاز، ده نعمة من ربنا، فهذا ايضا حرام. وبالتالي المسلم بين هذا وذاك منضبط بالشريعة. سيدنا صلى الله عليه وسلم حزن، قال: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. صحيح. فدايما بنقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا ونفرنا خيرا منها. اسمح لي أخرج عن الموضوع ده وهنرجع له تاني.
أرسل لي رسالة أخي الكريم اسمه أحمد مالك، وأنا وعدته أن أتكلم في مقدمة البرنامج. تفضل. لعل يكون بيتابعنا ويسجل هذا، لأنه الموضوع عمل له شيء من الأزمة. تفضل. لعلك تذكري في الحلقة الماضية لما جاءنا الاتصال من هذه السيدة الكريمة اللي بنحييها مرة تانية، اللي ما فضحتش زوجة ابنها. أيوة طبعا. بعض الناس ما بيفرقش مدام لم يبين الستر على الإنسان اللي عصى ونأمل أنه يكون رجع، أو ما عندناش يقين أنه مستمر على معصيته. طبعا. ده اسمه ستر. وده مطلوب. وبين الدياثة، إنسان يكون ديوث. الديوث أب ولا زوج ولا أم، شايفة بنتها ولا شايفة اللي تحت سلطانه، شايفين بيعمل معصية ومستمر عليها، وبأكد على كلمة مستمر، وعنده يقين باستمراريته ويداري عليه. ده ديوث. هذا ديوث. إن أب يبقى عارف إن بنته بتزني وساكت. وفي كده؟ في للأسف. إن زوج يبقى عارف إن زوجته بتزني وساكت. إن أم تبقى عارفة إن بنتها بتزني وساكتة. ده دياثة. وده مش هيخش الجنة. طبعا. لا يدخل الجنة ديوث. خلاص؟ فالدياثة دي مرفوضة بالمطلق. غير مقبولة لا فطرة ولا شرعا. يعني الفطرة حتى ترفضها. ده الحيوانات بتدافع عن أنثاها. أيوة طبعا. فما ينفعش الإنسان يبقى بهذه الدياثة. ما ينفعش الإنسان يبقى عارف إن في حد في أسرته وهو والي عليه ومسؤول عنه، وبيعمل جريمة بشعة وسايبه مستمر. إنما إنسان أيا كان هو بقى عمل مصيبة أيا كان درجاته، ربنا أكرمه وستر عليه وتاب ورجع وتيقن من الرجوع، أو ما عندناش يقين بإنه مستمر، مش مجاهر بالاستمرارية، اللي زي ده نعين على الشيطان ولا نستدعي له رحمة الرحمن سبحانه وتعالى ونستر عليه؟ طبعا. هو ده لازم نفرق بينه. ودي رسالة اللي بقولها النهاردة في مقدمة حضرتك، لأنه برنامج مهم، حلقات الحمد لله من الشافة، ربنا يكرمك. الحمد لله ربنا. الموضوع بيبقى له سلوك في الناس، مش مجرد كلام بيسمعوه. يعني كم الاتصال اللي جاني بعد الحلقة بالناس، إيه ردود الأفعال؟ لا الحمد لله الناس، يعني ده أصله الإجابات الفطرية بتناسب الفطرة. بس لما يبقى في خلل في الفهم لابد توضيحه. تخيلت انه مكالمة من المكالمات اللي جات لحضرتك حد قال طب ما هي لما اتكلمت على الهوا هي كده فضحتها. لا ما هي ما قالتش انا مين ومرات ابن مين. ما هو ده ما انا بقول لحضرتك عشان توضح الجزئية لا دي. لا لا. لان بعض الناس تقول لك طب ما انتوا الناس بتكلمكوا على الهوا وبتقول مشاكلها. تمام. وبتحكي اسرار بيوتها. لو قالوا احنا مين وبنتكلم عن مين يبقى هو ده الفضيحة. واللي مرفوض تماما. وللأسف اللي ابرز الكلام ده فكرة برامج اللي طلعت بعد وقت الفضفضة. اتصل بقى فضفض قول اللي عندك. يا عم الحاج فضفض ايه وبتاع ايه؟ ده الفضفضة في حد ذاتها قد تكون غيبة ونميمة. اصلا فانا بقول الحال الحاجة ربنا يكرمها، مش فاكر حتى اسمها ربنا يكرمها، انا برضو مش فاكرة اسمها. انما كانت ما قالتش هي مين بالتفصيل، ماشي زوجة ابنها ده مين الى اخره. وفي نفس الوقت احنا بنفرق مرة تانية بين كون انسان يبقى ديوث عارف ان ابنه ولا بنته بيعملوا حاجة غلط ومسطر عليهم، ده الديوث. وان انسان وقع في المصيبة اقوم له مشنقة. النبي عليه السلام يذكر ان الذنوب جراحات، جروح، في من الجروح ما هي قاتلة. صحيح. في الجروح من اللي بتعمل انا اسف مدة وصديد وتبقى مقرفة. في من الجروح اللي بتستدعي قطع الاعضاء وبترها. فنسمه الذنوب جراحات، فمن وقع في شيء منها فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فإن لم يعاقب به في الدنيا ربنا ستره، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن أيهما أقرب؟ العفو أقرب. رحمتي سبقت غضبي. اللي ربنا ستره ما يفضحش نفسه. صحيح. اللي تحت إيدينا ونقدر نستره فلا نعين الشيطان عليه ويبقى بسترنا ليه سبيل لعودته، يبقى واجب علينا. يوم ما اعرف انا تسطري عليه هيؤدي لتفاقم المشكله، ما ينفعش التسطر. دي القواعد بتاعتنا بقى، عشان الناس مدركه وواعيه الكلام ده. والعاصي بنقول له الموت لا يمهل احدا، الموت لا يمهل احدا، خلي عندك تصور بان الموت هيجي لك اللحظه دي. بالظبط. وده المهم في الموضوع، مش المهم في الموضوع احنا نتكلم عن الموت. الموت يا ساده حقيقه مطلقه وهتيجي هتيجي. الشطارة عندنا كلنا ان الموت لا يأتيني الا وانا على عمل صالح. صحيح، مش على معصية. عشان لما يجيني مرحب بالموت. وده معنى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان، ودي بنكررها كتير، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين. طب محياي هضبطه، لما هضبط محياي لله هيبقى موتي لله. لانه لما تبقى المحيا سليمه ما بعملش الحمد لله معاصي، مش مصر على معصيه، يبقى لما هيجي الموت سياتينا على طاعه. وده المطلوب مننا. صحيح. وده الرساله اللي بنوصلها للكل. ارجوك يا ساده كونوا مستعدين للموت بالطاعه، بلزوم الطاعه. ما بقولكوش كونوا ملائكه، سنظل بشرا، لكن ما تعمدوش معصيه. واللي لا قدر الله يقع في معصيه الحق بسرعه قوي ارجع تاني، ارجع قبل الموت ما يجيلك. وليطمئن الجميع، من تاب قبل موته ولو بعد 10-20-30 سنة من ذنبه فقد مات من فقد تاب من قريب. الآية الكريمة بتقول لي إنما التوبة على الله. لمين يا رب؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بعض الناس بيفسروا الجهالة بالجهل، وده غير صحيح. كلنا عارفين الزنا حرام. كلنا عارفين الخمر حرام. كلنا عارفين السرقة حرام. ده لو مش عارفين يبقى ده جهل. احنا عارفين. امال الجهالة ايه؟ الجهالة انا عارف ان الخمر حرام بروح اشربها، بروح اشربها بغلبة نفسي، بشهوتي، شهوتي غلبتني وشربت الخمر، يبقى اسمها ده جهالة. لو انا تبت الى ربي شكرا خلصت، كأني ما حصلش، كأنه ما حصلش. لو حسنت توبتي بقى عندي اصرار اني ما ارجعش. احنا بقى مهمتنا نفتح الباب للناس انه يتوبوا ولا نقفل عليهم؟ لا نفتحه. طب نفتح مش طب. انا ده رب اللي امرني بده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه غفور رحيم. بس زي ما بقول له الباب مفتوح للتوبه على مصراعي، بقول له الايه اللي بعدها انيبوا الى ربكم. انيبوا يعني ارجعوا، وتوبوا يعني ارجعوا. بس في فرق بين التوبه والانابه. التوبه رجوع ولو بعد حين. الانابه يا مدام لميه رجوع بسرعة لحظي وقتي. سالم في قعدته دي أذنب ذنب، ما يستناش ما يقوم يتوب في لحظتها، في لحظتها. ده الإنابة، إلحق بسرعة ما تستناش. ليه؟ لأنه عنده إدراك أنه ممكن ما يقومش. يعني ما أقول لنفسي طب ما أبقى أخرج من الاستوديو أبقى توب، أنت إيش عرفك أنك تخرج من الاستوديو؟ إيش دراك؟ ما قد تموت قبل أن تقوم. حد بيتابعنا ما بخلص بقى الحلقه ابقى توب، ابقى اتصل بزميلتي ولا زميلي ابقى اقول له سامحني، ولا بكره واعتبرها اخر مره. ما ادراك، ما ادراك. خلي بقى ما اقابلها بقى في مناسبه فنيه، ولا فرح بنت اختي جاي بعد شهر بقى اقابلها بقى اقول لها، ما ادراكي. صحيح. لا، التوبه من قريب ان شاء الله بعد زمن، لكن انيبوا الى ربكم بسرعه بقى، ارجعوا بسرعه دلوقتي بدون تسويف. انيبوا الى ربكم واسلموا له. ان ما عملناش ده وقبلنا برحمة ربنا الوسعة قدامنا تهديد. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شيخ سالم، والتانية ثم لا تنصرون. نعم. تقريبا من سنة كده عملت حلقة عن الغسل، ويمكن قلت وإحنا مسافرين بناخد معانا شنطة وبنجيب ورقة وقلم كده ونكتب هناخد معانا كذا وكذا وكذا وكذا، فهل احنا مستعدين ولا لا للقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ واخدين في الشنطه ايه واحنا رايحين؟ الشنطه اللي هناخدها واحنا ماشيين ورايحين اخرتنا يبقى فيها ايه؟ شوفي، اولا التمثيل ده ما هوش غلط ومش مبالغ فيه. يقول عليه الصلاه والسلام يدع الميت ثلاث، يبقى في ثلاث حاجات ماشيين مع الميت. ايه بقى؟ اهله، ماله، عمله، طرف حقائبهم. حقيبتين بتاخدوا منه مش مسموح بهم. عارفه لما كنا ليا حق في نركب الطياره بشنطه واحده، ففي حقيبتين هيتاخدوا مني، لا لو سمحت رجعهم مش بتوعك. حقيبه واحده اللي هشيلها اسمها ايه؟ عملي. ده اللي يخش معايا قبري بس، فقط عملي الصالح. عمل الصالح ده بقى في حق الله اديت اللي عليا من واجبات فرائض، بقدر امكاني تطوعت، بقدر امكاني ابتعدت عن المكروهات، بعدت عن المحرمات. ده الحقيبه بتاعتي الاساسيه في جنب ربنا، في جنب الخلق ما ظلمتش حد، حق العباد، واحسنت الى ما استطعت ان احسن اليه. اذا حققت الثلاث مبادئ دول شكرا، دي الحقيبه بتاعتي ودي اللي هتقعد معايا. الحقيبتين الاخيرتين بقى دول لا، وزن مش مسموح بيه. هو دول دول اللي بسيبهم وبمشي، وما فيش فيه واسطه، ما حدش هياخدهم. يتبع الميت ثلاث، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، والاثنين بيرجعوا بدري بدري. المال بيوزع والاهل بينسوا، بنعيط اسبوع اثنين ثلاثه بتاع خلصت. في النهايه ما لا يبقى مع الانسان الا حقيبه واحده اسمها حقيبه
العمل اللي انت عملته وده اللي قاعد لك. هيشوفه مش بس حك لما يروح القبر، هيشوفه في سكرات الموت اذا كان ملك الموت اللي جاي له في صوره جميله. هو دايما الملك صوره جميله، لكن هو هيشوفه ازاي؟ هيشوفه صوره جميله ام صوره قبيحه؟ حسب عمله، حسب عمله. وهيبان ده على وشه، هل هو مخضوض ولا الدنيا مبتسم كده وفرحان قوي اللي شافه؟ هيبان ده عمله، هيبان. عشان كده دايما يقولوا ان المغسل يجب ان يكون امينا، امينا عشان ما يقولش ايه هيبان بقى إيه حضرتك علامات. بعد ما خرجت الروح وصعدت الى بارئها فتحت لها ابواب السماء ولا لا؟ اهل العمل الصالح مدام لم مجرد رحله الروح. رحله الروح اثناء او قبل الغسل. ايوه يا فندم، قبل الغسل مجرد ما الملك بياخدها تصعد الى السماوات، عمل صالح تفتح لها ابواب السماء ولها رائحه عظيمه تسعد بها ملائكه الرحمن وينادي اهل السماء. طبعا رائحه مين الطيبه؟ طبعا فيدعوا له وتعود بخير بعد ما تشوف مقعدها ان شاء الله في الجنه، وترجع تبشر فتجديه منشرح مسرور عكس الاخر والعياذ بالله. تطلع الروح برائحه نتنه لا تفتح لها ابواب السماوات، الملائكه تتاذى منها وهي حتى في حيز الارض او الغلاف الجوي ما خرجتش للسماء، وترد عليه وترد عليه بالعياذ بالله وكله سوء. يستشعر ده كمان وهو محمول على الاعناق، وهو محمول على الاعناق في النعوش. الناس فاهمه ان هو شايلين حته بتاع جثه ملهاش لازمه، لا ده في روح هنا حاسه. الروح دي حضرتك بتبقى عارفه كويس قوي هي راحه لاي مقال، فاذا كانت خيرا قالت مستبشره قدموني قدموني، يلا اسرعوا بيا انا زهقانه من وجودي معاكم، انا كنت موجوده في الدنيا ملهاش لازمه. دايما كنا نسمع انه في اي جنازه مثلا يقول لك ده النعش كان بيجري بينا، او ده لا ده كان بطيء وتقيل علينا. فالبعض الاخر فسر ده على انه في ميعاد معين لنزول القبر، وانه ده مش دلاله على اذا كان المتوفي هو في مكانه كويسه ولا مش في مكانه كويسه. وماله. ولكن هو التاخير والتقديم هنا ليه علاقه بالموعد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلينا نفسرها بكده ان ده احسن خلاص، عشان ما حدش يسيء الظن بحد. انا لا اريد ان يسيء الظن باحد، خلينا نحسن الظن، وسوء ظننا هيعود علينا مش هيعود على الميت، فنحسن الظن احسن. انما هي بتنادي بتقول قدموني قدموني، احنا ما سمعناش عشان نجري بيها او ما نجريش. لو هي شايفه مقالها الى شيء اخر تقول يا ويلها اين تذهبون بها. يقول عليه الصلاه والسلام يسمعه كل شيء في الكون الا الانس والجن، لو سمعه الانسان لصعق. عشان يظل الموضوع بالنسبه لنا غيب ونعمل خوفا من الله جل ويقينا به وايمانا به مش لمجرد الشهاده. فالمسلم العاقل يعمل ده، احنا الموت جاي جاي، مش قضيتنا يجي امتى، قضيتنا ماذا إذا أتى؟ هيلاقينا إزاي؟ وبعد الموت هيبقى شكلنا إيه؟ صحيح. أستأذنك ناخد التليفون. مو محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. والله كنت عايزة أسأل سيادة الشيخ، أنا والله عندي ابني عنده 31 سنة وهو دلوقتي عالجته مرتين من الإدمان، آخرهم من حوالي شهر، وبعدين برضو حاسة ان هو راجع تاني. وانا يعني انا وبابا يعني مصاريف وكده، حتى هو شغله مهمل فيه مش عايز يروح شغله، مش عارفة يعني بصراحة اتصرف معاه ازاي يعني في الحالة دي. هو يعني بيكذب طبعا ويقول لي ان انا ما باخدش حاجة، ان انا كويس، بس من تصرفاته ومن. طب حضرتك هو لما رجع من المصحة كان خلاص تم شفائه تماما؟ هم بيسحبوا بس المادة المخدرة دي من جسمه خالص نهائي ويبقى كويس جدا. وبعدين وديته علاج نفسي وديته أدوية طبيبة عشان حالات الاكتئاب والكلام ده، وده مهم جدا. بس يعني قعد أسبوع ياخد فيها وحس بتعب جامد وكده، وقال لي أنا مش قادر وأنا تعبان وأنا مكتئب على طول في لسانه الاكتئاب والتعب، ومش راضي بقى بحاله أبدا. كان خاطب وبعدين ساب خطيبته طبعا لأسباب كده معينة برضو بسبب الحاجات دي، ودلوقتي عايز يستقر، عايز يخطب، عايز يعمل، وبعدين محملني أنا كل بقى المشاكل، يعني أنا الوحشة، أنا اللي السبب في كل حاجة، يعني مش عارفة الصراحة من له. الله المستعان. طيب حاضر، تبين أم محمد. يعني أتمنى أنه كل أم وكل أب لو يسجلوا مثل هذه المكالمات عشان تبقى رسالة واضحة لأولادهم.
اللي هيدمن هيوصل للحالة دي. أنا قلبي معها طبعا ومع زوجها اللي هو أبو هذا الشاب، وقلبي مع الشاب برضه ما في النهاية مريض، بس المريض بقدر ربنا سبحانه وتعالى بدون أسباب منه بتختلف كتير قوي. آه طبعا الحقوا يا أخوانا ده عنده القلب، والست عندها استعداد لو استطاعت أن تضحي بقلبها لتعطيه لابنها لفعلت. صحيح. لو المسألة مسألة مرض في القلب، خد يا ابن قلبي عيش أنت وأنا موت، ما عندهاش مشكلة. إنما يبقى الداء جاله والأمراض جات له والخلل النفسي والعصبي والجهاز الجسد كله تدمر والحياة دمرت بالنسبة له بسبب جرمه هو، وبعد المصيبة بقى نيجي حملها. يعني تبقى الست يا عيني مشكلتها إن هي، أنا مقدر النار اللي هي فيها طبعا. يعني أم فقدت ابنها يعني جايز قدامها. الله يا رب، الله يا رب يهدهولها ويبارك لها فيه. يعني أنا أعتقد أي أم لما تشوف ابنها بيموت مات خلاص بترحم ربنا، انما لما تشوف بيموت قدامها كل يوم قادر تعمل له حاجه؟ ما هو الادمان ده ما هو سم قاتل. فيا ريت الرسائل دي توصل لاولادنا بالذات في سن المراهقه، في وقت للاسف فيه للاسف احنا شايفين المخدرات منتشره حتى بين الاولاد الصغار مع الاسف في الشوارع وفي النوادي وفي المدارس، فنحذر الكلام ده يا اخواننا. واللي شايفين المخدرات دي حاجه بسيطه وما لهاش لازمه، واللي يطلع بعض الفتاوى الله يسامحهم مع تقديرنا ليهم مشايخنا يقول لك اصل دي مش خمره من عصير العنب ما تبقاش حرام، لا لا او الف لا، ده سم قاتل. دي اول سلمه، ده سم قاتل، ده قتال. فاتمنى الرساله توصل. ومع ذلك انا بقول لاختي الكريمه لا تياسي من رحمه الله، يا رب وهو قادر على كل شيء، ادعي له كده بقلب الام وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاركع ربنا وسجودي وانت في سجودك، في سجودك كأم تضرع الى الله بالدعاء، والله يا سيدتي سيستجيب لك، سيهدي هذا الولد، سيشفيه. اوعى تستقتر على ربنا حاجه، خلاص عجز الطبيب وعجزت انت وعجز الوالد وعجزت السنون انها تعالجه، ربنا سبحانه وتعالى المعالج، ربنا هيشفيه. فالجا الى الله، ده رسالتي ليكي. رساله ثانيه بقى مهمه قوي، ان احنا نقرب من اولادنا قوي بالذات الام، لان الفجوات هي اللي بتوصل طبعًا لده في النهايه وبتعمل كده. بس مش عايزه تقلد ذاتها وتقول لك انا السبب. لا شيء يبرر الجريمه، لا شيء يبرر. ما الولد من دول ما هو عايز يشيل عن دماغه انا انتوا السبب اللي خلتوني ادمن. ما في سبب خليك تدمن، ما في سبب خليك تسرق، ما في سبب خليك تزني، ما في سبب خليك تقتل، انت المجرم في حد ذاتك. فالام ما تجلدش ذاتها، ما تأنبش ضميرها لحد ما تموت الست مننا حرام بدون سبب ولا جريمة، حاسة بالتقصير استغفر ربنا وشكرا. صحيح. خلاص. وعودي بقى مع ابنك الله يكرمك، تقربي منه، شوف الصحبة اللي حواليه. في برنامج برضو بيضعوه في المصحات متابعة حتى من الخارج. أيه. من خارج المصحة لازم، ولازم يكون في تحمل. وسيدتي يبقى الإرادة، إذا لم يكن عفوا إذا لم يكن عند الشخص إرادة فلن يفلح معه شيء. صحيح. فشطارتك مع الطبيب تقوي إرادة ابنكم. تمام. أستاذينك نروح فاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية، خليكم معنا. كلام من القلب، كلام ما شبعك، طب من القلب، كلام ما شبعك، طب طب. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، أكيد بنرحب باتصال حضراتكم وأسئلتكم. شيخ سالم، لو اتكلمنا عن حال المتوفي أثناء لحظة الموت وسكرات الموت، إحساسه باللي حواليه بيبقى إيه؟ بيبقى حاسس ولا مش حاسس، ولا هو خلاص أول ما بيتكشف عنه كل حاجة بيبقى في عالم آخر ملوش علاقة بالحياة وبالدنيا؟ هو أنت عارفة العتبة إن صح التعبير، زي ما بيكون كده خارجين من باب البيت على السلم يكون في عتبة. العتبة اللي بين الدنيا والآخرة هي سكرة الموت. العتبة اللي بين المرحلة الانتقالية اللي مظبوط. فاللي حط رجله بره العتبة ده خلصت خلاص، هو بره البيت، ده اللي هو خلاص اللي في سكرة الموت، اللي في سكرات الموت. أيوة. شوفي، أصله لا يمكن للإنسان في حياته أن يرى ملكا على حقيقته. تمام. لا يمكن. الوحيد اللي عندنا يقين أنه رأى ملكا على حقيقته وتحمل هذا هو سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنبياء الله الكبار، سيدنا إبراهيم مثلا لما جول الملائكة يقولوا في صورة بشر، يقولوا مش على الصورة الحقيقية. طب ملك الموت لما هيجي لشخص ما على صورته الحقيقية عشان يقبض روحه هو وجنوده وأعوانه، يبقى طبيعي لابد أن يكون خارج إطار الحياة الدنيا.
مش حاسس باللي خلاص حواليه شكرا. ولا فيش بقى حته ودن ومش عارفه ودن من ودانه بتبقى سامعه وسامعين الخطوات والناس قبل ماشيه قبل نزول الملك لو قبض الروح كل الكلام ده موجود معانا بقوانين الدنيا. نزل الملك ليقبض الروح انتهت خلاص. يعني وهو لسه فيه الروح بيبقى سامع اللي حواليه وعارفهم بس مش قادر يرد. لو لسه حضرتك ملك الموت ما جاش ليقبض روحه، لو حضر ملك الموت احنا مش هنشوفه، هو هيشوفه يبقى خرج خلاص كده من الدنيا، انتهت الموضوع بالنسبه له. احنا بس مأمورين وهو لسه بيعقب في مراحله الاولى من معالجه السكرات ان نذكره بالله لما نحس ان هو خلاص اقترب. انما في فيصل عندي بقى عتبت البيت الباب بتاع البيت هو السكرات، مجرد ما بينزل الملك الموت لا عوده خلاص شكرا لا عوده. ممكن يسمعنا ممكن يسمعنا احنا بنغسله وارد، ممكن يسمعنا وفي القبر يقينا حتى في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القبر انه لا يسمع قرع نعالكم، يعني الناس فوق الارض بيبقى عارف ده مين أيوة. وده مين وده الناس موجوده سامع، الناس بتدعي سامع لكنه لا يستجيب خلاص، هو انتهت مرحله الاستجابه. بس الاستجابه تكليف، التكليف كان في الدنيا. ولذلك في الـ في الـ في الـ القران الكريم ان فرعون نطق بما يدل على ايمانه بس وقت معالجه السكرات شكرا انت خرجت المرحله اللي ما عادش فيها خلاص. وده معنى قوله حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ودي برضو في الكافر اللي ما بيجي يتوب حتى اذا ادركه الموت قال اني تبت الان، ممكن يقدر يتكلم بس انت خلاص انت تتكلم وانت خارج اطار الدنيا خارج عتبه الدار خلاص انت خرجت بره العتبه دي، ما عادش لك استجابه، ما عادش ينفع منه استجابه، حتى لو سمعني مش هينطق مش هيقبل منه حتى لو نطق. انما ينفع امتى؟ قبل ما نخرج تخرج السكرات وتخرج الروح وتبدا تعالج الملائكه لهذه الروح. استاذنك نفتح التليفون ونكمل مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. من فضلك يا استاذ ممكن اسال شيخ على حاجه؟ اتفضلي بس استاذنك تعالي صوتك بس شويه. انا معايا يعني حد من اقاربي وكده طلب مني فلوس وطلب ان هو يكتب لي بيهم اصول يعني. فانا رفضت، فقلت له لا شوف انت عايز ايه وانا هديهولك يعني. فبعد فتره انا طلبت منه حاجات هو بيبيعها. فلقيته رافض، فاخدتها وبعد ما اخدتها لقيته رافض تماما ان هو ياخد الفلوس بتاعتها وانا ما اعرفش تمنها كام. فهل ده يعتبر ربا ولا ايه؟ انا مش عارفه وانا خايفه تكون ربا. انا والله عاملاها لوجه الله، انا مش عاملاها طالبه اي حاجه من اي حد يعني، انا عاملاها لوجه الله. فهل ده ربا ولا ده تعتبر هديه ولا عشان انا فكيته وزنقته ولا ايه بالظبط؟ ممتاز. طيب حاضر تبين يا مدام ايمان. طب ناخد ام هشام. اتفضلي ام هشام. سلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير. بمسي على مولانا الشيخ سالم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. لو سمحت والله في معايا مشكله يعني، يمكن ليا 3 شهور عايز اكلم الشيخ سالم مش عارفه توصل للسياده. اتفضلي. انا عندي واحده قريبتي يعني في عامله مشاكل معايا بيني وبين اخوات جوزي ماشي، واصطلحنا مع بعض، رجعت ثاني عملت كلام وعملت حاجات كده وحشه وقعتنا مع بعض لدرجه ان كنت 9 سنين متخاصمين مع بعض وانا اللي ابتديت بالصلح وصالحتها. جيت بعد كده عملت مشاكل ثاني ودلوقتي بصراحه انا مقطعاها خالص لدرجة ان يعني لو في فرح او كره او حاجة زي كده لا بروح لها ولا هي بتجيني. فبعد قرايبي يعني بيقولوا لي لا انت لازم تصالحيها. طب ازاي؟ دي جايبة الغلط عليا انا، وانا يعني مسببة لي مشاكل كبيرة خالص. فانا مش عارفة بالظبط يعني هل انا كده مذنبة الحق ولا ايه بالظبط؟ حاضر. مش عارفة يعني انا بصراحة متضايقة من الموضوع ده خالص. اكتر الناس يقولوا معلش ارمي الذنب عليها هي وصالحيها. هي تقرب لك ايه يا ام هشام؟ هي اولا بصراحه اخت جوزي. تمام. وفي نفس الوقت بنت عمتي يعني. تمام. حاضر.
طيب نجاوب الاول مدام ايمان وموضوع الفلوس اللي سلفتها الحد بتسال اذا كانت ربا. ربنا يا رب يزيدها ورع وبر وتقوى. اولا القران امرنا على سبيل الندب مش على سبيل الامر اللازم الذي لو لم نفعله نكون اثمين. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طب افرض انا ما عنديش كاتب او مش هعرف اكتب، ابقى اخد رهن، ان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. طب زي الاخت ايمان كده، هي وثقت في الرجل وعامله الكلام ده لله، حتى لو تعذر ما جابهمش هي مسامحه مثلا، وبينهم من بعض امانه او استئمان، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانه. مش لازم نكتب. بعض الناس يقول لك لا لازم تكتب بس حرام لو ما كتبتش. لا يا سيدي، لو انت مستأمنني انا مستأمنك خلاص، مش لازم كتابه ولا شيء. فهي اللي عملته شيء جاي جدا. نمره اتنين، ببشرها بان اللي بيقرض حد مبلغ كانما تصدق بنصفه. يعني لو الاخت الكريمه اقرضت هذا الرجل 10,000 ورجعهم لها كانها تصدقت ب5,000 مع انهم رجعوا لها، عشان ربنا يعني يحثنا على القرض الحسن. طب احيانا يا شيخ سالم في ناس بتبقى متعوده على السلف، يعني ترمي همومها وحملها على غيرها بانه فلان هيسلفني وفلان هيسلفني وفلان هيسلفني. شوف يا سيدتي، حذر النبي الكريم من كثره القرض او القرض لغير عله، وانه للاسف يوم القيامه سياتي وله يعني بلاش عشان الناس ما تقلقش قوي، انما في النهايه امر خطير. واتمنى ان الانسان لا يقترض الا لعله قاهره. ولو اقترض انسان وفي نياته عدم الاداء سيكون سارقا، مش بس السارق اللي يمد ايدك في محفظتك وياخد منها من وراكي، ولا يفتح خزنتك وياخد منها من وراكي. السارق هو الذي ياتي ليقترض وفي نياته عدم الاداء، يبقى سارق. طبعا الرجل اللي في اللي يقول لمراته انت لك عندي 5,000 مؤخر ولا مقدم وفي نيته عدم الاداء، ده مش متجوز، ده بالنسبه له زنا، لان ربنا رب قلوب، رب نوايا. فننتبه، كل واحد يبقى واخد باله على نيته. اللي هيقترض وفي نيته الاداء سيعينه الله. ان ما اعانوش في الدنيا ليؤدي ما عليه سيقضي الله عنه في الاخره، ادى الله عنه، يرضي بقى الطرف الاخر. طيب اختنا الكريمه ربنا يبارك لها راحت تشتري حاجات طبيعيه، الراجل كتر خيره من نفسه ادى الحاجات، لا مش عايز منك حاجه، كتر خيره. هي احسنت باقراضها وهو احسن باهدائها، هي لم تشترط عليه، هي ما قالتلوش طالما المبلغ عندك انت كل شهر تديني 2 كيلو سكر ولا 2 كيلو زيت ولا محتاج من عندك مكوى تبعتها لي، لا هي ما اشترطتش، الرجل من نفسه عمل ده، متشكرين وكتر خيره. هل هيضيع اجرها؟ لا، لان هي ما كانتش عاطيه عشان تاخد. طيب ماذا لو عند الاداء؟ حضرتك اديتيني 10,000 جنيه لما طلبتهم منك، انا ربنا اكرمني ال 10,000 دول تاجرت بيهم بقوا 15 ولا 20 ولا حتى ما تاجرتش وفكوا زنقتي، وعايز لما ارجعهم لك ارجعهم لك معهم هديه، سواء كانت الهدية دي 1000 جنيه زيادة ولا الهدية دي ساعة ب 1000 ولا 500 ولا موبايل ولا أي حاجة، أي هدية من غير اشتراط جائز. بالعكس أنا أدعو لهذا عشان نشجع الناس تبقى بينها إحسان ومعروف. إحنا يا مدام لميا لما وقف القرض الحسن دخلنا في القرض الربوي، والبيوت زي ما أنت شايفة خربت، وللأسف الناس دخلت السجون بسبب القروض الربوية. صح ونرجع بعد كده نلم من الزكوات عشان نفكهم ونطلعهم من السجون بتاعتهم. فخلونا نحيي تاني فكره القرض الحسن، اللي عنده يدي واللي بياخد يأدي، لانه فكره ان انا ادي ويجي بعد كده يضحك عليا ما يدينيش هيخليني بعد كده افكر 1000 مره لما اجي اديله تاني او ادي لغيره، ممكن ما اديش تاني. وبالتالي بقول لاختي الكريمه لا حرج عليك فيما اخصتي ما دام انت ما شرطتيش، وليس ربا ان شاء الله. تمام. طيب ام هشام بقى وقريبتها اللي اخت جوزها اللي هي مقطعاها، كويس قوي انك سالتي هي بالنسبه لها ايه. عارفه لو هي اخت ولا اخ ولا عمه ولا عم ولا خال اللي هم المحارم، او لو كانت جنس اخر ما ينفعش تتجوزها، كنا هنقول لها تعالى على نفسك قوي وعشان خاطرنا وربنا هيكرمك، ولو ظاهرا سلمي عليها لما تشوفيها، مش عارف باركي لها لما يحصل خير، عزيها لما يحصل مصيبه الى اخر، وتعالى على نفسك والكلام ده كله، وده واجب. يعني المسلم يصل رحمه على هذا النحو حتى لو اساء اليه. العمة، العم، الخال، الخالة، الإخوات، كل اللي هم ما ينفعش أتجوزهم لو كانوا جنس آخر، دول بالنسبة لي
يجب أن أصلهم على أي حال حتى لو كان في وصلهم إذاء بقدر الإمكان، واللي في القلب في القلب. يعني بعض الناس ممكن يروح يقابل أخوه يسلم عليه ويحضنه وهو قلبه شايل طبعا يشيل. أنا ربنا ربك، أنا ماليش دعوة بالقلب خلاص، مش بتاعته، بس ليه التعامل الظاهر. راجل أكل مالي ولا مش عارف عمل إيه ولا عمل إيه، فأنا أكره، أنت حر، لكن عامله بالمعروف، تشوفه تسلم عليه، عندهم حاجة توقف معه إلى آخره. أو ما إنها ليست من المحارم فأصبحت الصلة هنا ليست واجبة. خلاص. نمرة اتنين، المنهي عنه الخصومة المطلقة، إنها تقابلني تقولي سلام عليكم وأنا ما ردش، ده ما ينفعش. أو إن وشي في وشها وأقولها السلام عليكم. فخلينا نقول الخصومة المطلقة دي ما تنفعش، يلتقي هذا فيعرض وهذا فيعرض، ما ينفعش. إنما خلي العلاقة قابلناها في الشارع سلام عليكم، عليكم السلام، التقينا في السوق سلام عليكم وعليكم السلام، صباح الخير صباح النور، أكتر كده مش عايزين، بس القطيعة المطلقة لا. يعني أن يبقى في حدود وخلاص، ويبقى في تعاملات على البسيط زي ما حضرتك بتقول، الطبيعية جدا اللي مع أي حد. تمام. طيب ناخد التليفون معنا، مين؟ أم جمال. أيوة. أهلا بحضرتك، اتفضلي. أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا مدام ليان؟ الحمد لله بخير. زي الشيخ سالم، بارك الله فيك. الحمد لله، الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. انا عندي سؤال ديني. تفضلي. ليا اخ متوفى يعني اليومين دول، بقاء وكان لله، وكان صرف مصاريف كتير جدا، وكنا بندفع كل واحد كان بيدفع يعني مديون من كل اخواته، بندفع كل اللي يقدر على كل اللي يقدر على حاجه يدفعها، قاعد يجي 10 سنين تعبان. الله يرحمه. ف الاخر ما اتوفى، وهو له اولاد، له 3 بنات. دلوقتي احنا عنده شقه كنا عارضينها للبيع قبل ما يموت، لانه عليه ديون كتير. فدلوقتي هو توفى، نعمل نبيع الشقه بقى ولا نعمل ايه؟ طيب حاضر. تابعينا يا ام جمال. طبعا هو كده عليه ديون، واضح ان مفيش فلوس ممكن يقدروا يسدوا بيها الدين. صحيح. واضح ان مفيش حاجه موجوده غير الشقه. صحيح. اولا ربنا يرحمه ويحسن اليه، وان شاء الله يكون مرضه هذا كان شهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويأجره على ما كان فيه. انما المساله بقى محتاجه نظر. الحقيقه واضح ان الديون لاخواته في حاجه من اتنين، يا هما شايفين البنات مسكينات ما عندهمش يعني وسائل للسداد ولا الكلام ده، وجايز يكونوا مش متجوزين ولا لسه ظروفهم محتاجين الشقة، او حتى متجوزين يا شيخ سالم. لا يعني أنا ممكن لو متجوزين يبقى الشقة بالنسبة لهم بقت شوية الحاجة مش ضرورية قوي، ضرورة لكن مش ضرورة قاسية. لا انا اقصد انا فكرة انهم يسدوا يعني انه يبقى معاهم مبالغ او فلوس يقدروا يسدوا بيها من غير ما يبيعوا الشقة. شوفي اولا الديون بتورث. يعني ايه الديون بتورث؟ يعني البنات كان هيورثوا، كنا سيرثنا الثلثين، فيبقى هيتحملوا ثلثين الديون. الاخوات هيتحملوا الثلث الاخر، زي ما كانوا هيورثوا هيتحملوا الثلث الاخر، لو في زوجه هتتحمل الثمن حتى اذا كانت الديون ليهم. ايوه. طب افرض البنات ما عندهمش، يبقى الشيء الطبيعي الاخوات هيسكتوا طبعا ويسامحوا، شايفين ما ولاد اخوهم ولازم يسامحوا. طيب ماذا لو انه لا، هم البنات مسطورات، اتجوزوا في بيوت اهالي ازواجهم خلاص مسطورات، والشقه موجوده، من حقهم يبيعوا الشقه ويسدوا الديون، وما تبقى منها يتوزع من تاركها. طيب افرض بقى البنات مش متجوزين، لا يوجد مكان يقويهم، ده الشيء الطبيعي يا اخوانا. انا اولاد اخويا، يا رب خلينا اخواتنا، يا رب يبارك لنا فيهم جميعا. اولاد اخويا يحتاجوا، هطلعهم من شقتهم ولا سكنهم في بيتي واكلهم من كوت عيالي؟ فهم يبحثوا في الموضوع. الشقه لا تباع الا اذا كان يمكن ان يستغنى عنها. البنات ما لهمش غيرها، هرموهم في الشارع؟ لا، ده لحمنا طبعا. الله، فمش هترموا في الشارع. في شرع ربنا مظبوط، ده شرع ربنا برضه، ما هو في رحمه. بعدين واضح انه يعني ان هم اولاد حلال، يعني وب 10 سنين بيعالجوا اخوهم، فيعني خلاص ده صحيح. فاذا كانت الشقه في استغنى عنها لا مانع، بيعوها وكل واحد ياخد اللي ليه، ما بقي يتوزع ميراث.
الشقة ماسة وضرورة للبنات خلوها لهم صدقة من عندكم وخلاص كل واحد يتسامح في دينه. لو الدين للغريب، لو في دين للأغراب، هم كلهم يتعاونوا. فالبنات مش قادرين ما عندهمش، يبقى الإخوات يشيلوا ويسددوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تحضر جنازة كان يسأل هل عليها دين؟ إذا قالوا نعم يقف ما يصليش، صليش عليها. هل هناك من يتحمله؟ إذا حد قال آي خش يصلي أيا كان بقى اللي هيشيله بقى غريب أو قريب. مرة من المرات لم يجب أحد، عليه دين قالوا آي، في حد يتحمله محدش يتكلم. فقال النبي الكريم وانصرف صلوا على صاحبكم، أنا مش هصلي عليه. راجل من عموم المسلمين صعب عليه إن سيدنا لم يصليش على هذا الرجل طبعا. فقال يا رسول الله تعالى صلي أنا أتحمل عنه الدين. فأتمنى من هذا المنطق يا سادة، أرجوكم يا إخوات يا بنات، البنات لو عندهن مقدرات سدوا عن أبيكم بالقدر على الأقل الثلثين، ما عندهمش يبقى الإخوات يشيلوا ويأدوا الدين بتاعي، يتنازلوا عن ليهم، وإذا كان الأغراب يأدوا أو يطلبوا السماح. طبعا. ليه؟ عشان ربنا يكرم هذا الرجل صحيح ولا يحرم من دخول الجنة. صحيح صحيح. جزئية محتاجة حضرتك تفسرها يا شيخ سالم، وهو البكاء على المتوفي وفكرة انه ما تعيطوش بالليل، اصل الدعاء بالليل العياط بالليل بيعذبه وكل دمعة بتنزل عليه مش عارفة ايه، والكلام الكتير اللي بنسمعه، عايزة اعرف صحة الكلام. هو بالليل او بالنهار مش فرق كتير يعني خاصة الميت ما عندوش ليل او نهار، ده الكلام اللي احنا بنسمعه من واحنا حتى صغيرين. ده صحيح، في حاجات موروثات كتير قوي ملهاش لازمة. الميت ما عادش عنده فرق بالليل والنهار، خلاص الزمن تلاشى بالنسبه له. هو اما انه فتحت له روضه من رياض الجنه، باصص على الجنه وشامم من ريحتها وشايف خضرتها وجمالها وبعيد عننا تماما، وعمال يقول يا رب اقم الساعه، يلا يا رب خلي الساعه تقوم عشان ادخل بقى الجنه دي واشوف بقى الخير اللي فيها. او لا قدر الله ربنا يعافينا فتحت له طاقه، شايف النار قدام منه وشايف لهيبها وشايف اهلها بيتعذبوا ازاي، يعني مخيل له هذا، فيقول يا رب لا تقم الساعه، خليني كده في القبر كده المظلم ده والموحش والبتاع احسن من النار والعياذ بالله. ما عندوش ليل ونهار، لكن في فرق بين حاجتين، ان الميت يوصي اهله بالبكاء عليه والعويل، في ناس كده تقول لهم عيطوا، ايوه يجوا لاهلهم انا لما موت اعملوا عمايل عشان يحسوا ان انا كان ليا ايه، ما انت بتحبوني، ما خلاص يحسوا ايه بقى، ما هو حته تانية خالص. لا ده بيتكلم على المجتمع من حواليه، الناس تقول ان انتوا كنتوا بتحبوني وانا واعملوا لي سرادق عزة ومش عارف هتولي الشيخ فلان والشيخ علان والكلام ده كله. من اوصى بهذا يتحمل الوزر. تمام. انما رجل صالح وصى اولاده وصى اهله، ده الواجب، ما تبكوش عليا البكاء الطبيعي، ما تعملوش لا صدقات ولا غيره، خليكم كده ولا تصرفوا، صرفوا صدقه، سيبوا للاولاد الايتام يعني يصرفوا منه. فمن اوصى بشيء فخلف لا يتحمل وزره. انما يتحمل الوزر اذا لم يوصي أو إذا وصى بالباطل، يبقى ساعتها يعذب الميت ببكاء أهله عليه. إنما البكاء الطبيعي الرحمة اللي بتخرج منها دي غصب عننا نسوى تعالى أنه يعني يرحم أمواتنا جميعا ويرحم جدة حضرتك ويجعل كبور أمواتنا جميعا رياضا من رياض الجنة، ولا يحرمنا بعد الموت هذه الرياض، اللهم أمين، ويحشرنا وإياهم في مستقر رحمته، والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين. بشكرك يا سيخ، ربنا يبارك لك. بشكركم مشاهدينا، أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، يكون معنا الأستاذ الدكتور مدحت الزيات، أشوف حضراتكم بألف خير، سلام عليكم. عليك. كلام القلب كلامنا شبه طبطبة، شبه القعد على المصطبة وقت المغارب والمساء، نتلم نجمع شملنا نقسم ألمنا وحملنا، وناس بناس نتعنى علينا قريبة، نصعب أوام على بعض.
كلمة بتمس الشعور وكلام يخلي الدنيا نور لما يكون كلام.